هجوم وزارة الخارجية الجزائرية على ناصر بوريطة. هجوم قادت وزارة الخارجية الجزائرية على ناصر بوريطة. وفي التفاصيل، صعدت الجزائر من لهجتها اتجاه المغرب بعد يومين فقط من انتهاء القمة العربية، وبعد رفضها دعوة رسمية من المغرب للرئيس سبونا. القمة العربية لم تكن ذات قيمة تذكر، ساهمت في مزيد سوء فهم بين الأشقاء العرب، ولم تستطع لم الشمل كما روجت له الدعاية الجزائرية. وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية هاجمت في تقرير صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي خلق الحدث في القمة 31 واتهمته باختلاق دعوة مزعومة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبونة لزيارة المغرب. وكان ناصر بوريطة قد أعلن في حوار مع قناة العربية توجيه دعوة وصفها بالمفتوحة من الملك محمد السادس إلى الرئيس تبون لزيارة الرباط، ردا على تصريح سابق لوزير الخارجية الجزائري رمطال عمامرة الذي اعتبر تغيب الملك محمد السادس عن قمة الجزائر بأنه فرصة ضائعة كان يمكن أن تستغل لتوفيرها فرصة لقاء بين ملك المغرب والرئيس سبونا لبحث تحسين العلاقات بين البلدين. وزعمت الوكالة في هذه الدعوة مناورة غير لائقة، وقالت في التقرير ذاته إن الغاية من الدعوة هي لفت الأنظار من خلال تسليط أضواء الصحافة العالمية على العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية وتشويش على قمة عربية حاسمة تعقد في ظروف استثنائية. ودعت الوكالة الجزائرية أن بوريطة لم يشارك مع نظرائه في النقاش، وإن كان يسعى للفت الأنظار في حين لم يجر بوريطة أي مقابلة سوى مع قناة العربية، كما اتهمته بأنه رفض أن يحظى بالضيافة الجزائرية المعهودة، وأنه أمضى وقته بالتجول في أوراق القمة بحثا عن أي صحفي ليلقي عليه وراءه بدلا من المشاركة بطريقة بناءة مع أقرانه في مناقشة التحديات الحاسمة التي يواجهها العالم العربي أمام نظام عالمي جديد في طور تشكيله. ولم تتوقف الوكالة عند هذا الحد، بل اتهمت ناصر بوريطة بمحاولة إقناع الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن ممثل الجبهة البوليساريو كان حاضرا ضمن المشاركين في القمة العربية. نشكركم على حسن المتابعة.